تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد، قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بطرح عبوات غذائية بأسعار مخفضة عبر منافذها في أنحاء الجمهورية. تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك بإعداد وتجهيز عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 50% لطرحها عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحرك على مستوى الجمهورية المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. أسطول كبير من السيارات محملة بكافة أنواع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تتحرك في جميع الاتجاهات وتجوب الميادين والشوارع الرئيسية، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. إقبال كبير من المواطنين على المنافذ المتحركة والتي توفر المنتجات الغذائية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية يشهد لها المواطنين. أخذت كرتونة ما شاء الله لقيت فيها الرز والمكرونة والزيت، صراحة منتجات جميلة وكرتونة كبيرة برضو. أنا بشكر الرئيس والله إنه حاسس بينا قبل دخلة العيد. فترة محترمة، السلع اللي موجودة كويسة وأسعارها أرخص من السوق العادي. بشكر السيد الرئيس على المبادرة، ويا ريت تفضل دايما موجودة الكرتونة ديت، حلوة جدا 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 بصراحة. كما تشهد منافذ أمان الثابتة المنتشرة على مستوى الجمهورية رواجا كبيرا وإقبالا كثيفا من المواطنين لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم. المبادرة اللي أمان عاملاها بتاعت سيادة الرئيس اللي هي كلنا واحد ديت، دي بتساعد اللي هم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل واللي فوق متوسطي الدخل كمان، فدي أنا شايف إن هي خطوة كويسة. في زيت، مكرونة، سكر، والأسعار بسيطة برضو الحمد لله، مش الأسعار زي برة، فبرضو دي حاجة كويسة جدا بتخلينا إن إحنا نيجي هنا. فبعد بجيب كل طلباتي من هنا طبعا، لأن بأنه أرخص من محلات كتير من برة وكده. هذا وتستمر المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد في توفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة أفرع السلاسل التجارية والشوادر بإجمالي 1002 منفذا لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. بصراحة شيء مفرح وشيء يجيب السعادة لكل إنسان، يعني إن أنت بتخش بتاخد الحاجة بسعر أقل من ما بتلاقيها بره في المحلات التانية. بشكر الرئيس وبقول له كتر خيرك وربنا يخليك لينا إن حضرتك نزلت لنا المبادرة ديت، ودايما أتمنى إن هي تكون موجودة على طول. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد وفاعلية كبيرة لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في تقديم كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة وبخاصة في المناسبات المختلفة حتى نهاية العام الحالي، تعزيزا لروح المؤازرة والمشاركة بين الشرطة والمجتمع.